أعزائي المشاهدين، في هذه الحلقة راح نتكلم عن موضوع جوهري، بأن قبل لا نرفع الكاميرا ونصور شنو المفروض نسوي، شلون المفروض نفكر، شنو الأشياء اللي المفروض ان احنا نركز عليها قبل لا نرفع الكاميرا ونصور. في وايد مصورين للأسف من يشوف لقطة حلوة او منظر حلو، مشهد حلو، رفع كاميرته على طول وصور، ولكن في خطوات إذا مرينا فيها راح تطلع النتائج معانا بشكل وايد حلو. فعلى سبيل المثال، أول شيء نفكر فيه إن نوخر المعدات ونوخر الكاميرا من الموضوع، ونبدأ نشوف المشهد بعيننا إحنا، شنو الفكرة أو شنو القصة أو شنو المنظر الجميل اللي قاعد نشوفه. دائما الصورة لها معنى ولها تأثير، وتكون ملهمة لما تكون الصورة فيها قصة، قد تكون في معايير عالمية. فأفضل الصور اللي دائما تكون لها وزن في المسابقات هي الصورة اللي لها قصة ومعنى. فهذا أول شيء نحاول إن احنا نفكر فيه. ممكن يكون ما في قصة، يكون منظر جميل، فهني تبدأ تلجأ حق الألوان وتلجأ إنك تبرز الموضوع بطريقة حلوة. رقم اثنين، حاول انك انت تفكر بانه وين المفروض تكون عدستي عشان اطلع اجمل ما في هذا المنظر او افضل ما في هذه القصة. دائما فكر وين المفروض تكون الكاميرا والعدسة، عشان كذلك لما يشوفها المشاهد او الناس اللي قاعد تشوف هذه الصورة تشوف افضل او اجمل ما في هذا المنظر او في هذا السين اللي قدامك. النقطة الثانية، تفكر في الإضاءة. الإضاءة وين اتجاه الإضاءة، أو شنو فكرة الإضاءة. رقم ثلاثة، تفكر في تكوين الصورة، وين أفضل أو شون أخلي كاميرتي تاخذ أفضل تكوين، شون ممكن أصفف المنظر اللي قدامي في الصورة ويطلع تكوين الصورة خلينا نقول احترافي أو جميل. رقم أربعة، أبدأ في الإعدادات. فكر في الإعدادات، أبي الصورة هذه إفكتها فرضاً أبيض وأسود، فلا بد أن يكون الهايلايت والشادو عالين. ممكن أبي هذه الصورة يكون كونتراست عالي، أبي ألوانها باهتة، أبي ألوانها غامجة، يعتمد. فابدأ ضبط الإعدادات حسب المعطيات اللي تكلمنا فيها في البداية. بعد ذلك فكر هذاك هم في التعديل. التعديل جدا مهم. أحيانا في مصورين محترفين يفكرون في تعديل الصورة قبل يصورونها. ممكن هذه تصير في الأبيض والأسود، أو تكون في ألوان معينة، شروق غروب، فأنت تفكر في تعديل الصورة قبل ما تصورها. في تكنيكات وايد في هذا الموضوع، فقبل أن نرفع الكاميرا ونصور لابد أن نفكر في هذه الخطوات اللي تعتبر جوهرية. مع الوقت ومع الممارسة راح تلاحظ أن هذه الإجراءات أو هذه الخطوات راح تكون بمجرد دقائق اللي أنت خالص. وفي شغلات أو في أحيانا يعني لحظات تبي تصورها ما لها، يعني إن ما صورتها الحين يطوف هذا الإيفنت أو يطوف هذا الموقف. خصوصا عندنا في تصوير الحياة البرية أو في التصوير الصحفي، في لحظة لازم أنت تكون جاهز لها، فلا بد أنك أنت تمارس هذا النوع من التصوير وتكون جاهز وعارف أنك ممكن في أي لحظة يصير هذا الموقف، فأنا أكون لازم جاهز وماخذ هذه الصورة. فقبل أن نرفع الكاميرا لابد أن نمر في هذه الخطوات عشان نبدأ نطلع نتيجة أفضل، ولابد لابد أنك تطلع نتيجة أفضل إذا مريت في هذه الخطوات. مشكورين على متابعتكم، وإن شاء الله دوم نشوفكم على خير.
السلام عليكم. اليوم حاب أتكلم عن موضوع وايد مهم بالنسبة للمعماريين تحديداً، وبالنسبة يعني أهم الناس بشكل كبير، وهم ممكن يكونون مو عارفين شنو أهميته. عندنا جانب الثقافة المعمارية بالكويت، مع الأسف إحنا قاعد نلاقي يعني قلة اهتمام كبير من جانب العام يعني بالموضوع هذا، إلى أن يعني إحنا يعني سعيدين جدا بالتطور اللي قاعد يصير في الفترة الأخيرة. يعني قاعد نلاحظ أصحاب المشاريع أو أصحاب المشاريع الخاصة أو إن كانت يعني مشاريع صغيرة قاعد يتجهون للمصممين المعماريين أو المصممين الداخليين على أساس إنه يعرف له هوية المكان، أو إنه مثلا يطور المكان مقابل ما كنا عليه يعني في خلينا نقول على الأقل في 20 سنة اللي طافت. مع الأسف أغلب مشاريعنا بالكويت ما قاعد تتصمم من مصممين تحديداً أو معماريين كويتيين. اللي قاعد يصير إنه أما نجيب معماري من برا، وهذا مع الأسف حسب القانون يعني إذا كانت مناغصة كبيرة ملزوم فيها إنه يكون طرف عالمي، وهذا يعني غالباً ما يصير في الدول يعني اللي برا، لأن الكويتي تحديداً هو اللي ممكن يعطيك هوية كويتية. بالوقت الحالي قاعد نشوف الشباب يتجهون ان انا والله ابي معماري، لاحظت والله هالمشروع ما قاعد يمشي بسبب التصميم، وقام يهتمون حق التفاصيل، وهذا شيء وايد زين يعني بالنسبه انا كمعماري اقولها بفخر انه يعني صارت مهنتنا الحين بينت، او مثلا بصمتنا ممكن نقول انها بينت. المشاريع عموما بالكويت قاعد نلاحظ دائما فيها مشاكل ثقافيه او مشاكل بيئيه او مشاكل يعني بالمواد البناء، لان المواد دائما تكون ان مصمم ما يعرف العميل ما يعرف المصمم احنا شنو بيئتنا، شنو ثقافتنا، شنو الشغلات هذه. بالنسبه لي كمعماري كويتي، لا احنا يعني انا اعرف الكويت شنو تبي، واعرف العميل شنو يبي، وغير هذا أنا من واجباتي أني أستفسر عن المكان، أخذ عليه مسح يعني شخصي، أروح المكان أزوره، ولازم أني أدرس كل تفاصيله. وهذا اللي دخلتنا يعني حالياً قاعد نشوف الجانب التصميمي، لا بالعكس قمنا نلاقي أماكن يعني بالكويت ممكن أتقبلها، ممكن أقعد، ممكن أني يعني قاعد نلاحظ الحدائق كانت تنقص من الشير أو الزرع، مقابل احنا بالكويت تدرون يعني الجو عندنا حار، كل اللي نبيه ظلال يعني، فشنو افضل ما تكون البيئه الخضراء. يعني في بعض المشاريع مع الاسف صارت حدائق بدون اشجار، صارت عندنا ممشى بدون مكان نمشي فيه، صارت يعني ملاعب بدون مكان نلعب فيه، وهذا كله يرجع الى ان المصمم غايب في المشروع يعني، وكان المصمم الاجنبي هو ممكن اللي يفرض كلمته عندنا في الكويت. واحنا كمصممين كويتيين يعني الحمد لله عندنا يعني صار عندنا كم كبير من المعماريين او الشباب اللي متجهين اتجاه تصميمي، او انه يعني قاعد نلاحظ يطلع من القطاع العام الى القطاع الخاص وقاعد يصمم بنفسه. فهذا يعني هو اللي يعتبر فخر بالنسبه لنا كمصممين معماريين. فاحنا ممكن نلخص كلامنا ونقول ان شنو اهميه المعماري في التصميم. المعماري هو اللي يعني يعرف الهوية، هو اللي يلبي احتياجات العميل، هو اللي يعني مثل ما نقول هو الطبيب النفسي للمشاريع، هو الطبيب اللي داوي، هو الطبيب نفس الوقت هو الجراح وهو التجميل يعني إذا صغناها بصيغة طبية. فالثقافة المعمارية أتمنى أنها يعني مع الفترة الجاية تكون أكثر بالنسبة للناس، وإحنا يعني هذه وظيفتنا وموجودين يعني لخدمة العملاء أو لخدمة بلدنا. وما أحب يعني أقول أكثر من أن إن شاء الله أكون يعني استفدتوا من هذه الفقرة اللي هي الثقافة المعمارية بالكويت، والسلام عليكم.